كان الناس اللي مسؤولين عن السجاير، وطبعا حضراتكم تعلموا ان السجاير دي كيف الكثير من المصريين، هي لازم دايما اقول المقدمة دي مضرة للصحة والاخره، ولكن هي سلعة بيصرف عليها المصريين مليارات، وسعرها هام جدا بالنسبة للكثير من المصريين. كان دايما المشكلة يقول لك اصلها مش متوفرة، اصلها اسعارها عالية، علشان البرلمان ما عملش ضريبة القيمة المضافة بتاعتها، فالتجار او البياعين او الراجل اللي مش عارف في شارع ايه هو المتحكم في السوق، فعلبة السجاير بكام؟ البرلمان مشكورا او مجلس النواب مشكورا اقر موضوع قيمة الضريبة المضافة. علبة السجاير الكيلوباترا بكام النهاردة؟ هل سعرها لسه زي ما هو؟ هل سعرها ارتفع؟ الأستاذ هاني أمان الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان إيسترن كامباني، أهلا بيك يا فندم. أهلا عمرو بيه، إزاي حضرتك، أخبارك إيه؟ كنت دايما بتقولوا عايزين الضريبة، آدي الضريبة جت. مظبوط يا فندم. إيه الضريبة الحقيقة النهاردة صدر القانون، والضريبة فعلا أقرت على كل مستويات السجاير، وفي نص جنيه رسميا في الضريبة هيطلع. واحنا الحقيقة بكرة عندنا اجتماع مجلس إدارة علشان نقرر فيه السعر النهائي للمنتج بتاعنا اللي هي كليوباترا، وهي الأهم في السوق المصري، وإن شاء الله هتبقى يعني الأسعار بتاعتنا بكرة هتبقى مفاجأة يعني غالبا، لأن هو كده ولا كده الشريحة قالوا هتبقى ب 31 جنيه صحيح؟ انا الحقيقه ما اقدرش اجزم السعر، لان احنا لازم مجلس اداره يجتمع بكره، بس هو اكيد هيبقى اقل من 31. طب كويس، ده خبر هايل، يعني اكيد هيبقى اقل من 31. وهتبقى موجوده بقى المهم، ولا الراجل بتاع باب البحر ده ولا مش عارف فين هيفضل عنده؟ الراجل بتاع باب البحر ده انا جبته عندي في يعني زارني في المكتب شخصيا شخصيا، ما انا لازم احنا ما بنقدرش ندخل يا عمرو بيه، ما احنا هنسيب. وطلع في الراجل بتاع باب البحر ده موجود بجد؟ الحقيقه الاخ مش هو فعلا موجود مش هو، ايوه ده احد هو احد التجار الحقيقه، هو راجل محترم. ايوه طبعا طبعا، كلهم محترمين كلهم محترمين يا فندم، كل بقوا مليارديرات. المليارديرات دي طبعا هي قصه، هي سلسله اصلها من المليارديرات بالظبط كده، لكن احنا قعدنا معاهم اتفقنا معاهم، والحقيقه هو التزم من ساعتها، يعني حتى احنا واتفقنا ان هو اللي في اي تجاوز منه شخصيا احنا هنوقفه، يعني ده كان اساس الاجتماع. والحقيقه انا عايز اقول انه هو كراجل شخصيا عمل الدور اللي عليه، لكن السلسله كلها على مستوى الجمهوريه كان فيها طبعا بعض التجاوزات. السلسله كلها كان فيها بعض التجاوزات كلها يا فندم، ما هو للاسف انه في بعض الناس إن بياخدوا مننا السعر ب 24 جنيه ويطلع يلف الناحيه الثانيه. كان طيب المهمه يعني هتبقى اقل من 30، بس المهمه هتبقى موجوده. السعر الرسمي هيبقى اقل من 30، وان شاء الله هتكون متوفره بكميات كافيه تغطي الاستهلاك بتاعنا في هذه الفتره. وبالنسبه للانواع الاخرى غير الكيلوباترا، الاسعار غير الكليوباترا، انا طبعا الحقيقه ما اقدرش اتكلم عن شركات اخرى لانها مش يعني في البيع مش تبعي او مش تبعنا، لكن نقدر نقول انه كل الشركات الرسميه منتظمه في عمليه في السعر بتاعها، وكلها هتبقى اسعارها اقل بكثير من السعر اللي موجوده فيه حاليا او بتتباع بيه في السوق الموازيه يعني. لكن وانا اؤكد ده لان انا اعرف المجموعه كلها، يعني كل مدير الشركات الاخرى اللي بيديروا هذه يعني ما احنا منظومه واحده، كلنا عندنا نفس الاتجاه وكلنا بنمشي بنفس الطريقه. احنا لو احنا اقل من 30 هم اكيد هيبقوا اقل بكتير من الرقم، يعني الضريبه موجوده، الضريبه الحقيقه اللي طلعت حقيقة حوالي نص جنيه، يعني جنيه في التوتال، لان كل نص جنيه او كل جنيه قصاده مقابله نفس المبلغ، فلو قلنا نص جنيه ضريبه ثابته قدام نص جنيه كمان ضريبه متغيره، يعني في جنيه رسمي وقصاده هيكون في حاجه قصاد طبعا تغير في الاسعار او التكلفه اللي علينا. لكن بالاكيد مش هتكون بالسعر اللي هي اللي موجوده فيه او بتتباع فيه دلوقتي. هو يعني لما نحتاجه مش موجود. هو موجود بالظبط كده، ان شاء الله احنا كلنا موجودين معاكم، واللي عنده اي حاجه يقدر يكلمنا، واحنا بنحاول دايما طول الوقت نكون موجودين
واتنتف يعني موجودين وبجديه في اي مكان بيحصل فيه اي تجاوزات. والجماعه الحقيقه اقدر اقول كل الاجهزه الرقابيه موجوده معانا في التموين وفي الرقابه وفي الفباح، يعني كل الاجهزه الحقيقه بتبلي بلاء حسنا جدا. وانا يعني من عند حضرتك احب اشكر الجميع على موقفهم، يعني احنا كل يوم في بيننا مكالمات، لو في اي تجاوز في اي مشكله في اي موضوع الحقيقه فورا بيتم اتخاذ قرار وفورا بيتم التحرك. والحقيقه احب اشكر الجميع على الموقف الجميل اللي هم واقفينه. طبعا ما زال في ناس بتحاول طول الوقت ان هي تستفيد من الموقف، لكن اقدر اقول ان الاجهزه الحقيقه لم انما حضرتك بتقول لي ان السجائر هتبقى متوفره بقى الفتره الجايه باذن الله تعالى. يعني احنا اوريدي بقى لنا اسبوعين بنزود الكميات اللي بتنزل في السوق، بنتفق مع بعض المنافذ الاخرى اللي هي الجديه علشان يتواجد فيها المنتج بتاعنا بالسعر الرسمي، ومنافذ رسميه يعني. لا يعني انت بتقول لي ان الفتره الجايه السجائر هتبقى موجوده. انا بقول ان الفتره الجايه السجائر هتكون موجوده أكيد. أستاذ هاني أمان الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان، بشكرك شكرا جزيلا.